أهلا بكم من جديد. والمحاضرات والمناقشات وجلسات العصف الذهني تثري الثقافة القانونية، هذا ما تضمنته فعاليات الأسبوع التشريعي 2022 تحت شعار تشريعات تدعم وتحفز اقتصاد المستقبل الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ويهدف هذا الحدث على مدى أيامه الأربعة لاستشراف سبل تطوير المنظومة التشريعية بما يتواءم مع متطلبات المستقبل. وشهد أول أيام الفعالية محاضرة حول الصناعة التشريعية ودورها في دعم اقتصاد المستقبل، إضافة إلى فعاليات المختبر التشريعي الذي يعد منظومة ابتكارية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.